بسم الله الرحمن الرحيم. مع أزهار الربيع أزهرت مواهب العميد اليوم، إذا قام قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة وعبر مجلس التربية الفنية فيه معرضه الفني السنوي. هذا المعرض الذي شهد مشاركة مئات اللوحات والأعمال الفنية من كافة الأصناف، الهدف منه في الحقيقة إيصال رسالة واضحة بأن مجموعة العميد التعليمية ترى أن البعد الفني بعد أساسي مثله مثل البعد العلمي. لذلك لدينا برامج واضحة لاكتشاف مثل هذه المواهب ورعايتها وتنميتها وتطويرها وإخراجها إلى المجتمع لتضفي على الواقع الشاحب بعدا أجمل يجسده العمل الفني. نشكر كل القائمين على هذا المعرض من متعلمين ومن معلمين ومن السادة المشرفين على هذه الأعمال الفنية، ونأمل منهم مزيدا إن شاء الله من متابعة هذه المستويات وهذه المواهب وتطويرها لتخرج إن شاء الله بمعارض فنية أرقى وأجمل ومتخصصة في هذا المجال، تعكس جهد المجموعة في هذا المجال وجهد القائمين عليه. لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط مثل هذه المواهب. إن شاء الله لدينا في العطلة الصيفية برامج كاملة ومتخصصة لدعم هذه المواهب ومعارض فنية متخصصة ومستقلة لكل فئة من فئات الأعمال الفنية على مستوى الرسم، النحت، الزخرفة والتشكيل وكافة أنواع الرسم الأخرى.